لحد هذه اللحظة الشعب العراقي ما يعرف شنو يعني الفصائل شو تريد. الفصائل شو تريد؟ احنا خلينا نفصل هسه الامور كلها. الفصائل شو تريد؟ الفصائل اذا كانت عقائديه نخليها على راسنا نحترم رايها، شو يريدون مثلا؟ مثلا يريدون يطلعون الامريكان، طيب عندنا قرار من مجلس النواب العراقي بالغالبيه الشيعيه متخذي باخراج القوات الامريكيه، ليش ما ينفذوا؟ وهم قاده الاطار، هم اغلبهم عندهم اجنحه عسكريه، وهم اغلبهم هم اللي الفصائل طلعت من تحت جناحهم. طيب إذا ما يريدون خروج القوات الأمريكية، ما يريدون ينفذون هذا القرار، إذا شي يريدون مثلا؟ يعني يقاتلون بالإنابة؟ هذا ما نقبل به كشعب عراقي. احنا كشعب عراقي مو إنابة. أستاذ كاظم ماكو إنابة. هسه قبل شوية وزير الخارجية الإيراني يقول ما عندنا علاقة اللي دا يصير بسوريا وباللبنان وبالعراق، ما عندنا أي علاقة به. حكاها طيب جيد استاذنا الفاضل. ايران بالمناسبه خل انوه الى مساله، ايران دوله جاره بالجغرافيا، الشعب الايراني شعب عزيز، الشعب التركي شعب عزيز، كل دول الجوار محترمه، بس احنا اللي كشعب عراقي نرفض التدخل بالشؤون الداخليه، لا ايران ولا غير ايران نسمح لها تتدخل بالشان الداخلي. خلينا نتفق انا وانت على هاي المساله. طيب خلصنا منها. إذا قال هيك وصرح وزير الخارجية الإيراني، زين خلاص انتهى الموضوع. على السيد السوداني أن يتعامل مع هذه المجاميع على أساس أنها مجاميع إرهابية تحاول خلق فتنة أولا، وتحاول إبعاد العراق عن محيطه الدولي وعن محيطه العربي وعن المحيط العالمي.